وصلنا لعام 2011. في أيام قليلة انفجرت الأحداث في تونس ومصر وسوريا واليمن، وجدت المعارضة الشيعية وعلى رأسها علي سلمان والأب الروحي عيسى قاسم بأنها فرصة تاريخية لثورة في البحرين، فخرج من المنابر في يوم الجمعة للمطالبة بخروج الشعب البحريني للشوارع. كانت البداية تحت شعار مطالبات إصلاحية، وخرج مجموعة من الشباب في الشارع في 14 من فبراير عام 2011. بدأت الاحتجاجات في 5 صباحاً في منطقة النويدرات. هذه لقطات صورها المحتجون في دوار النويدرات وهم يحملون قنابل المولوتوف التي ألقيت على قوات الأمن في الدوار. اندلعت الاحتجاجات في نفس اليوم في منطقة الدراز، كبرت كرة الثلج والفتنة في نفس اليوم في أحياء أخرى، حتى وصلت للساعة 8 مساء من ذلك اليوم 14 من فبراير، سجلت أول حالة وفاة لمواطن بحريني بسبب الأحداث. اللي حدث إنه بدأنا أول يوم احتجاجات بينتهي النهار لم يقتل أحد، فجأة سقط مواطن بحريني في الاحتجاج اللي هو علي مشيمع. أعتقد علي مشيمع وفاضل سليمان متروك بعدين هذا الثاني. إلى هذا اليوم لم تخرج الحكومة ببيان تقول لنا من الذي قتل من. إحنا نتساءل كيف قتلوا هؤلاء، لأن ما كان في حتى الشرطة لم يكونوا يحملوا دخائر حسب الطريقة القديمة في فض الاحتجاجات، كانوا ما في دخائر في أسلحة الشرطة رجال الأمن. فبعدين لربما تغير هذا الواقع، إنما من قتل هؤلاء أول واحد في اليوم الثاني اللي كانت الشرارة الأولى ولم تتوقف من حينها. في اليوم الثاني من الاحتجاجات انطلقت أعمال تشييع المواطن البحريني علي مشيمع الذي قتل بالأمس. مرت مسيرة التشييع بدوريتين لقوات الأمن في الساعة 8 صباحا. بدأ الجموع بالاعتداء على أفراد الشرطة بقذف الحجارة وقنابل المولوتوف. تقول الشرطة البحرينية في تقريرها إنها واجهت المحتجين بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ثم بدأت الاشتباكات بينهم. أصيب مواطن بحريني ثم توفي في المستشفى بعد ذلك. بعد هذه الحادثة خرج الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر التلفزيون الرسمي ملقيا خطابا للشعب مترحما على المواطنين اللذين قتلا في الاحتجاجات. وكانت هناك للأسف وفاة لاثنين من أبنائنا الأعزاء، وعليه نتقدم بتعازينا الحارة لذويهما، وأن يلهمهم العلي الغدير الصبر والسكينة والسلوى. موقف الملك كان باستمرار إلى هذا اليوم موقف الأب الوالد الذي يقف مسافة واحدة من الجميع ويحتضن الجميع، وأعطى هذه المعارضة اللي كنا نسميها في ذاك الوقت معارضة، أعطاهم الكثير من الحقوق والكثير من التميز. ولكن للأسف الشديد الجماعات هذه كانت في لديها شيء للتنفيذ، لم يكن لديهم القرار لإيقاف احتجاجاتهم. كانت احتجاجات تأتي وقرارات تأتي من مصادر أخرى. يعني هذا اللي أنا فهمته، لربما بعد هذا الخطاب كان ممكن أن يكون هناك حوار، الوصول إلى تفاهمات، تحقيق مطالب، أمور كثيرة، ولكن
كان هناك تعمد في استمرار الاحتجاجات. أنا فسرت أن لم يكن القرار بيد المحتجين في الشارع، لا، كان هناك قرار، هناك آخرين يملكون القرار. لأنه شاهدنا بعد هذا الخطاب جمعية الوفاق علقت مشاركتها في البرلمان، هم صعدوا كثير بعدين لأن اعتقدوا أن الخطاب دليل ضعف، وهذا غباء منهم. كانوا معتقدين أن هذا الخطاب تنازل وضعف، بينما كان هو احتضان. بعد تعليق جبهة الوفاق بقيادة علي سلمان المشاركة في البرلمان، نصبت الخيام في دوار مجلس التعاون الخليجي تحت المجسم القديم. تغير شكل المنامة والبحرين كما لم يعرفها أهلها. مسألية بحرين دروس. خرج خامنئي في خطاب متلفز يدعو الشارع البحريني للثورة ويعلن دعمه لهذه المظاهرات. بدأت سميرة رجب تظهر في وسائل الإعلام العربية والعالمية للدفاع عن موقف بلادها. كيف كان شكل المنامة؟ بدأت المنامة يعني فيها احتجاجات قوية في بعض الشوارع وفي السوق فيها. وأنا بشكل رئيسي كنت أتابع، لأن منذ اللحظات الأولى بدأت وسائل الإعلام تتصل فيني وتأخذ رأي طرف محايد، على أساس أن أنا لست مع المعارضة وأيضاً لست جزء من الحكومة. وقلمي كان حر في ذاك الوقت منذ بداية ما كتبت. فهذه الصفات أعطتني الصلاحية لربما أنهم يتصلون فيني ويسألوني عما يحدث في البحرين. فبدأت من يوم 14 فبراير بعمل إعلامي بهذا العمل الإعلامي الذي تصاعد، وصل إلى عمل كان مرهق حقيقة. أن نخرج بهذا الأسلوب المتخلف كما حصل في فبراير ومارس الماضي، أن نخرج في الساحات حاملين، يعني الانتفاضة البحرينية متخلفة، حاملين السيوف نهدد بعضنا في الشوارع، حاملين السيوف نخبي السيوف تحت ملابسنا كي لا يرى الإعلام هذه السيوف، يرى الورد الذي نقدمه أمام الكاميرا، ونحمل السيوف ونضرب الشرطة بالفؤوس على رؤوسهم. غرزوا السيوف في أجسام الشرطة ورجال الأمن، أن ندهس رجال الأمن. هل هذا عمل شعب واعي؟ هل هذا حضارية في المن؟ هذا عمل يراد به خلق حالة من التوتر وحالة من الطائفية في البحرين لنصرة بعض المطالب التي يطالبون فيها، وهي مطالب طائفية بحتة